أما الآن إلى فقرة بانوراما أونلاين، حيث نرصد أبرز ما تداوله وعلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها من تغريدة عنصرية ليائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي غرد على موقع تويتر تعقيبا على احتجاج المواطنين العرب في يافا ضد تدنيس مقبرة الإسعاف الإسلامية، قائلا: أعمال الشغب في تل أبيب بيافا تؤكد بأنه لا توجد مكان للحياة المشتركة في المدينة، وأن الأقلية عليها أن تترك المدينة. وبنقلة نوعية من أجواء التحريض والعنصرية التي نعيشها هنا إلى قبرص، حيث عادت الحركة إلى شواطئ بروتاراس المنتجع البحري الشهير في جنوب شرق قبرص، مع رفع الجزيرة المتوسطية القيود التي اتخذتها على مدة حوالي 3 أشهر للتصدي لفيروس كورونا المستجد، واستقبالها من جديد سياحا من بلدان محددة. فلنتابع. وبهذه المشاهد الساحرة من قبرص نصل إلى نهاية جولتنا البانورامية. لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.